حداد أم كلثوم، نقع سنة ثانية ليسانس هندسة مدنية. سالم جمعاوي، تخصص هندسة مدنية. بنطابع بالقاسم، تخصص جي تي يو، سير التقنيات الحضارية، هندسة عمرانية. بسم الله. السؤال، كيف كانت تجربتك مع الباك؟ التجربة تاعي مع الباك أنه نشوف فيه أنه مرحلة من مراحل الدراسة، كل واحد يرغب أنه مدى به يكون عنده الباك، وثاني يتجاوز مرحلة الثانوية بحاجة مليحة. بكالوريا أنا على مرحلتين، يعني الفصل الأول من المسرحية كانت نهاية حزينة، الفصل الثاني كان نهاية سعيدة يعني، ولله الحمد. فالتجربة يعني كانت خبرة جميلة، كانت خبرة جميلة. كانت تجربة متذبذبة صراحة، ما كنت قاعد دايها فيه، يعني كنت مستهينة بالوضع حتى بقات مدة قصيرة اللي هي 4 أشهر ولا عاد، اكتشفت باللي راني مقبل على امتحان مصيري، وباللي مي الحمد لله ما كانش صعيبه بالدرجه اللي كنت متوقعه بها، يعني صراحه فات يعني بيرفكت كيما كنت باغيه. فزت بسم الله. كيف اخترت التخصص؟ اختيار التخصص كان بالاستعانه بطلبه قدماء في الجامعه، أنا كنت نعرف طلبة قدماء في الجامعة فاستعنت بهم، فوجهوا لي التخصص هذا، قالوا لي أنه أفضل ليك أنت شخصيا. أولا أنا قريت أستي في سنة أولى، فكان عندنا 4 خيارات فقط اللي هي هندسة مدنية وهندسة طرائق وإلكترونيك وإلكتروتقني، فمن بين هذا 4 الحاجة الوحيدة اللي كان ممكن أني نخيرها هي الهندسة المدنية، يعني بداية كإجبار جبروني باش نخيرها لأنها الخيار الوحيد اللي ممكن نقرا فيها هذوك 4. التخصص هذا اختاريته من يعني أنا كنت باغي تخصص، هو كان رغبة تاعي في الجيني سيفيل الهندسة المدنية، وكان العلوم التكنولوجية هي زعما الجذع المشترك باه تروح الهندسة المدنية، معناتها أنا اختاريت جذع مشترك. كيفاش كان أول امتحان؟ اولا كي طلعنا للجامعه احنا تصدمنا باللغه، لان كنا نقراو عربيه ومن بعد فجاه ولا كلشي بالفرنسيه، فكانت شويه صدمه. وحتى كاع قبل الامتحانات باسبوع تقريبا كانوا يقولوا لنا بلي راح يديروا لنا ترجمه للامتحانات، يعني امتحان فرنسيه ومن الجهه الاخرى راح يكون عربيه، مي ما كانش هكا. فدخلنا الامتحان وكان عندنا فرنسيه فقط، وكاين كلمات ما نعرفهمش لانه مازال ما تعودناش على اللغه وكاع، من الحمد لله زعما الملكة تاعي الفرنسية مش معدومة، فالحمد لله ساعدتني. لكن لاباس وته مليح وديت معدل مليح. لا أتذكر جيدا أول امتحان، لكن امتحانات الفصل الأول كلها كانت مثل البكالوريا، كنا مازال جدد وبعقلية البكالوريا، فكانت أقرب ما يكون إلى البكالوريا، مازال كاين داك الاجتهاد وكاين ديك النيه هذيك تاع القرايه وهكذا، مازال كاينه. هو الامتحان نتذكر منه حاجه واحده، وهي انه تقريبا كان كيصغر الباك، كيصغر راني داخل الباك، اما المراجعه اللي كنا نراجعوا لها وكاع نحضروا له، كنت نتفكر ايامات الباك كيفاش كنت نراجع الباك. صفراء واش كانت أصعب مادة درستها؟ RDM بهذا الاسم، هذا درس خصائص التربة، خصائص التربة هذا وجع رأس، والله أنا بالنسبة لي كان وجع رأس يعني. أصعب مادة هي مادة قريناها العام الثاني في الهندسة المدنية اللي اسمها ميكانيك راسيونال، هي فرع من الفيزياء، فيها أشعة وفيها المناظير وفيها، فهذه مادة صراحة تبغى شوية تركيز، يعني هي مش صعبة لكن تبغى التركيز، ولازم
ما تشحش بنظرك ولا ولي ثاني على الاستاذ، فكانت مسببه لي مشكل. اصعب ماده هي كتغدر كي تقولي لي اصعب استاذ قراني. اصعب ماده كانت البيطون خرسانه. البيطون هذه زعما كانت جديده علينا وتحتاج واحد كتغل دارس من قبل بعض الامور اللي تخليه يفهم الموديل. كيفاش كنت تشوف الجامعة من قبل وبعد الجامعة؟ بالجامعة كنا زعما نعرف الجامعة لأني صراحة عمري ما زرتها ولا، فكنت نشوفها من الأفلام والمسلسلات نصور النموذجية نتاع الجامعة وكاع، حتى زعما كي دخلنا الجامعة صح زعما كاين ماشي هو الوضع نفسه اللي في الأفلام وكاين بزاف حوايج ما كاينينش، يعني صراحة هي مش مختلفة بزاف على الثانوية ولا على المتوسطة. كنت نحسب راح نولي طالبة جامعية، يعني كنت متخيلة بزاف حوايج راح يتبدلوا مثلا زعما يكون وضع آخر، لكن هو نفس الوضع يعني أساتذة وامتحانات وقراية وتمارين وحتى حاجة ما تبدلت. ما كانش عندي نظرة حول الجامعة من قبل، في الثانوية سواء في الثانوية ولا في السيام ما كانش عندي نظرة خلاص. كي خديت الباك تما بديت نكون نظرة على واش رايح نلاقي في الجامعة، صورة نمطية هكذا الناس تحكي لك وكامل. مي كي تدخل الجامعة لقيت انه شيء مختلف، اكتشفت انها يعني عالم واسع. هي البديهي انه الواحد قبل اللي يلتحق بالجامعة تكون عنده واحد النوع من المثالية ان صح التعبير في النظرة للجامعة، تحس انه الطالب الجامعي عنده مجال للبحث، التكوين، انه الطالب عنده راي في المجتمع، عنده مكانه واجهه. لكن بعد الجامعه تحس انه هذيك الصوره النمطيه كسرت نوعا ما، مش كما كانت عندك من قبل. هل ندمت على دراستك هذا التخصص؟ ابدا ما ندمتش على دراستي هذا التخصص. ربما الواحد في اوقات ربما يلاقي صعوبات في التخصص زي هكا افكار انه لو كان غير التخصص ثاني، مي راح تتجاوز هذه المرحله. يعني ما تندمش نقولوا بطريقه نهائيه تقول ندمت ولازم نبدل هذا التخصص. انا شخصيا لانه كانت هذيك عقليتي، يعني انه عندي اهتمام بهذا المجال، مجال الهندسه وكل شيء، فعادي ما حسيتش انه اثر عليا زعما في سلبا، عادي بالعكس. انا هكذاك، انا هذيك طريقه التفكير تاعي وديك عقليتي. لا ما ندمتش لحد الان، راه انني نتمشى في نفس الخيار اللي خيرته يعني. وبالعكس كي بديت يعني نتقدم في التخصص تفتحوا لي مجالات وتفتحوا لي ابواب كثيره حقيقه اللي ما كنتش بدايه، يعني لاني درته بطريقه يعني فيها شويه اجبار، ف كانه ما كنتش نشوف يعني للبعد، لكن درك بعد ما قريت اكتشفت يعني بلي راني في طريق صحيح. اقول لكل من وفقه الله في حصول على شهاده بكالوريا كل شيء مبروك، ودير في بالك باللي المرحله القادمه هي الاصعب. ما تحسش باللي معناتها الباك هي اصعب حاجه مرت بها، بالعكس الباك هي مرحله انتقاليه، راك رايح للصح كما نقول. وفي الجامعه اكبر غلطه ديرها في حياتك في الجامعه انك تخرج ما عندكش قاعده علميه وقاعده فكريه صحيحه. بون اللي داو الباك مبروك عليهم. اولا اول حاجه انه راكم فتوا مرحله الثانويه وتجاوزتوا هذه المرحله البكالوريا، معناتها راكم داخلين العالم الجديد هو الجامعه. الجامعه هي اول حاجه بعد ما تكون تخصص اخترتوه كامل، هي ثاني فرصه انك تتعلم حوايج جداد، فرصه انك تكتشف ناس، تكتشف امور جديده عليك. واللي ربح نقول له مبروك عليك اولا، وثانيا يجتهد في الجامعه لانه الجامعه تبغى شويه زعما خدمه زياده، ما يتخلعش من الحجم وكاع هذوك الحوايج
ومادا به ما يقعدش ملتزم بالبرنامج الجامعي، لانه كي راح يخرج راح يلقى روحه صراحه يعني ناقصينه بزاف حوايج في الحياه. فمادا به يمشي يمارس هوايات ويدير يقرا لغات، يقرا برمجه، اي حاجه يميلها هو، باش هكا بعد الدبلوم هذاك يكون عنده حواف، لانه الدبلوم هذاك وحده ما راحش ينفع في النهايه. كما نقولوا اللي ما خداش الباك ماهيش نهايه العالم، كاين فرص في الحياه، كاين بزاف امور قبل الباك. حظ موفق للجميع. اولا اللي ما نجحوش اللي ما دابش الباك يعني ماشي نهايه العالم، حاجه باينه، فيقدر يعاود. صراحه زعما نقولوا هذيك الجامعه اللي راك مقلق عليها ماشي زعما حاجه اللي عادي، تقدر تمشي لها العام الجاي ولا العام اللي وراها وراح تقعد كيما هي. الذين لم يوفقوا في حصول على شهاده البكالوريا وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ان الميدان هو الصح. صح الجامعات تعطيك المرتبه ولا تمد لك هذاك كيما نقول الكراد، بصح الصح كومبليه في الميدان. الا عندك انت عندك طموح وشايف باللي قادر نعاود البكالوريا ونتحصل عليها وندخل جامعه ونواصل بها ونعمه، شايف باللي انه الامر قادر تجاوز وتواصل حياتك بشكل طبيعي، على مولانا تسناش بقاش تضر في دوامة هذا، والله أعلم.